السلام عليكم، مرحبا بكم مره اخرى في مطبخ شاف مجيد. نتمنى من الله انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نفتح معكم واحد البوكس وغادي نشوفوا واحد الاله اللي كثير مهمه في المطبخ، واصبحت بحال شبه ضروريه، خاصه انها صحيه 100%. على بركه الله غادي نحلوا البوكس مع بعضنا وغنشوفوا هذه الاله ونشوفوا جميع المكونات ديالها. لكن غنطلب منكم ما تنساوناش من جيم بارتاج والاشتراك. اذا على بركه الله. بسم الله بسم الله. حنايا كنهضروا على الاير فراير. الاير فراير هما زوج ديال النوع، كاين اللي على شكل فريتوز وكاين اللي على شكل فورن. كلها واشنو كيفضل، لكن انايا كنفضل انه يكون على شكل فورن صغير، لان المزايا ديالو كثيره بزاف. كي كنعرفوا الاير فراير كتستعمل انكم تقليو فيها اي حاجه بغيتو، اقل كميه ديال الزيت، يعني رشه واحده ديال الزيت كتستعملوها او انكم تستعملوها بلا زيت. الميزه الثانيه فيها اننا كنحتفظوا على الطاقه، يعني ما كنستهلكوش طاقه كبيره بحال اللي غادي نستعملوا الفرن، لان كاين غادي يقول لي راه حتى الفرن فيه الفرفره وكيتحرك الهواء فيه، اكيد كيتحرك لكن ما كيكونش مكونسونطري. هذه هي الفكره اللي خصكم تعرفوا. لكن حاجه اخرى مهمه، انني بغيت نستعمل مثلا ثلاثه ديال لي كوجون ولا اربعه، ما غاش نشعل الفران ب 3000 واط ولا اكثر على قبل ثلاثه ديال لي كوجون، سينو غنستعمل الزيت. هذه صغيره غادي نستعمل فيها ثلاثه ديال لي كوجون ولا اربعه، وكيطيبوا في مده وجيزه، يعني كنستهلك اقل كميه من الكهرباء. هاد الاير فراي ديال اليوم فيها مجموعه ديال الاشياء، انا ما كنديرش الاشهار، لكن غير لقيتها بروموسيون، لاني كنت كنبحث عليها لقيتها بروموسيون وشريتها. غادي تشوفوا اشنو كاين في البوكس لداخل. بسم الله. هاد الاير فراي هذه كي قلت انها على شكل فران. الميزه ديالها انها عندها هاد البروشيت هذه، اول حاجه كنشوفوا الفوق هاد البروشيت هذه، كديروا فيها الدجاجه، ديروا فيها الشاورما، ديروا فيها اللي بغيتوا، كتسدوا عليها وكطيب، يعني كدور كطيب كتحمر كتجي بحال ديال العرسات. المهم اول حاجه هنايا كاين فيها هاد البروشيت هادي هنايا، نحطوها على جنب. انا اول مره كنفتحها، يعني ما عرفتش اشنو بالضبط فيها. هادو الشبكات اللي كيكون فيها، لان هي هاد الفرن هذا فيه طبقات، تقدر تحط فيه جوج طبقات لا ديال طبقات هنا. ان شاء الله في الفيديو لاحق علاش لا ندير معكم شي وصفات فيهم، اولا دائما نعود نطيب فيه باش نعطي الافكار ديال كيفاش انكم طيبوا فيه. كيكون هذا الكتيب، وبزاف ديال الناس كيشد هذا الكتيب كثير ترى ما كيقراش، وهنا في كاين الخطا. دائما حاولوا الكتيب الا جبتوه قراوه، عرفوا اشنو فيه عاد بداو تستعملوا الاله ديالكم اللي شريتو، لان كيكونوا الافكار جد مهمه وحنا ما كننتبهوا ليهاش، داكشي علاش كتخسر لنا الاله بسرعه اولا كنوقعوا في مشاكل من بعد. اذا هذا غنقرا من بعد وانا فاهم فيه. هذه اليد كتكون هذه، كنهزوا بها اي حاجه في الفران بحال هاد البروشيت هذه، الا بغينا نخرجوها مثلا من الفران كنهزوها به، عوضا اننا نديروا اليد ديالنا كنهزوها. كتشوفوا هنا نفتح نجبد الفران. بسم الله. اول اير فراير، ثاني شيء انه خفيف والحجم ديالو صغير. دائما الا شريتو شي حاجه حاولوا تفتحوها بلطف، علاش؟ باش ما تقطع لكمش لومبالاج، باش حتى الا وقع فيه حاجه او لا حاجه يمكن لكم انكم تردوه في لومبالاج ديالو، خاصه في النهار الاول. هذا اللي هو الشكل ديالو، حتى انا مازال ما شفتوش، غنشوفو كي داير. ما شاء الله. هنا كيف تشوفوا كاينين التاكتيل، يعني كاين ليكرون، يعني كتبين لكم كل شيء حاجه بغيتو تريغلو فيها. كاين هنايا الفوق فيه بلاصه ملي كيخرج الهواء في الفوق هذا، واللور ديالو كيخرج منه كذلك الهواء، يعني واحد الفران او الاير فراير اللي كثير هائل وسهل انكم تستعملوه. هنا نحل معكم الجهه، غادي نحاول ندوز للجهه الاماميه باش نحلو ونشوف. انا نجي من الجنب وغادي نشوفو
الشكل ديال هنايا شنو كاين فيه. عنده زوج ديال الزاج هنايا يعني دوبل فيتر باش ما تخرجش الحراره لبرا. هنا كاينه الشبكه. هاد الشبكه هادي كتحمروا فيها اي حاجه، تقدروا ديروا فيها حتى لي كوجون، تقدروا ديروا فيها كاوكاو مثلا، بغيتوا تحمروا اي حاجه طاحت على بالكم راه تقدروا تستعملوه في هاد الفران هذا. يعني كتشوفوا الشبكه كبيره. هنا باش انكم تسدوا كاين هاد المسمار هنايا الجنب، كتحاولوا تخشوا في الفتحه وكتدوروا. هنا انه بقى مسدود، كديروا فيه اللي عجبكم وكتدخلوا الفران او هاد الاير فراي وكطيبوا. المهم اهم حاجه هنا هنايا هاد البلايك هادو، لان هاد البلايك هادو كتشوفوا كندخلوا هنايا وكتحطوا فيهم عندهم الدرج ديالهم، كتحطوا فيهم يعني طبقات ضروري ان يكون عندكم زوج. هنايا كتشوفوا تحطوا اللي عجبكم فيه، وهنا كتخدموا الحراره ديالكم. غادي نحاول انا نخدموا باش نشوفوا اشنو كاين عندنا هنايا. بالنسبه لهذا البلاطو هذا ضروري اننا نحطوه لتحت باش هذوك الزيوت اولا حتى دوك السوائل اللي كيطيحوا مثلا من الدجاج ولا الحوت ولا حاجه كتجمع لينا هنايا وما توسخش لنا الفران. ودائما ننصحكم انكم تنظفوه مباشره بعد الاستعمال باش انكم تحتفظوا به وتستعملوه لمده اطول. اذا هنا برونشيت للضوء فيه مصباح لداخل. واحد المره كانت واحد الاخت سالتني قالت لي بالنسبه للمصباح اللي كيكون في الكهرباء في الفرن الداخل واش خصو يطفى؟ لا، هذا المصباح هذا ما كيطفاش لانه متحمل الحراره. وبي باش كنشوفوا اشنو كاين عندنا من الداخل من برا عفوا. حاجه اخرى نقول لكم انها الى طفى المصباح ضروري لكم كتحلوه، كاين فيه فلتاج وكتغيروه بوحدكم، ولكن الفران خاص عفوا هذا البوله كتكون خاصه للفران. هنا ملي كيتشعل يعني طيبوا فيه التوست، البيتزا، الفريت ندي كونجليو فيه، نطيبوا فيه الخضره، الكيك يعني حتى الكيك ممكن نطيبوه هنايا، السمك هذه هنايا، هنا حتى البصله مثلا كاين اللي كيحمص البصله كتشوفوا هنايا، ستيك، الدجاج يعني رجلين ديال الدجاج، يعني واشنو بغيتوا غادي طيبوه حسب الطريقه. غادي نحاول ندير معكم وصفات ان شاء الله، فقط شجعونا وغادي تشوفوا وصفات كثيرة وصحية 100%. غتاخذوا لي المكان في المطبخ، انا حطيته في الكوان وغادي نخدم به. كتشوفوا لير ديالو خدام فرفرة. هنا كتزيدوا الحرارة اللي بغيتوا 200 غالبا، اي حاجة غتطيبوها بالاخص لي كوجون ولا حاجة 180 درجة في الفران والتوقيت ديالها. اذا هنا نحاول اني نطفيه لانه ما فيه حتى حاجة. هنا الفلفل ديالو يعني تاكتيل، شفتو مصباح يطفى هنايا. واهم شيء بالنسبه لهاد الاير فراير هو هاد الرشاش تاع الزيت. علاش هاد الرشاش تاع الزيت؟ تقدر تجيبو زيت زيتون، تقدر تجيبو زيت نوار شمس، واشنو حبيتو. الحاجه اللي علاش نقول لكم هذا، لان عندنا جوج طرق باش نطيبو، يا اما انه كيكون ساك 100% يعني ما كنرشوش عليه لا زيت لا والو وكنطيبوه، لكن ما كيجيش مقرمش 100%. الا رشيناه رشه خفيفه كيجي مقرمش بحال اللي نقليناه في الزيت ويعني استعملنا كميه قليله من الزيت. ها مره غادي نعاود نجيب معكم وصفه بهذا الاير فراير ونديروا وجبات صحيه. اذا كي قلت لكم الاير فراير راه فيه انواع كثيره ومازال غادي تشوفوا اشكال جديده في السوق. الاير فراير كتكون على شكل فريتوز اولا كتكون على شكل فرن، ننصحكم بها. الحاجه اللي غادي نقول لكم هنايا ان شاء الله بتشجيعاتكم غادي ندير وصفات كثيره بهذا الاير فراير. ونتمنى من الله ان المعلومات اليوم تكونوا استفدتوا منها، واي سؤال حطوه ليا في التعليق غادي نجاوبكم عليه مباشره. غادي نقول لكم بالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.